كرام 12 شوطا متنوعة ما بين الجذاع البكار والجذاع القعدان، وها هي انطلاقة الشوط الخامس، انطلاقة شوط مميز يكون التنافس فيه أو سيكون التنافس فيه بإذن الله تعالى على جائزة عينية عبارة عن سيارة في انتظار الفائز بالمركز الأول. أما في هذه اللحظات فأنقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن بريك المري ليتواصل معكم بالتعليق على منافسات أحداث هذا الانطلاق. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، أحييكم من هنا من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة بمنطقة الشحانية. وانطلق مشاهدينا الأعزاء قبل قليل الشوط الخامس في ترتيب أشواطنا لهذا الصباح، وهو الشوط الثالث للبكار مع آخر سيارة من سياراتنا في هذا الصباح. وفي مقدمة الشوط في هذه اللحظات هناك فرحة لحمد بن علي بن جرحب المري تقود مسيرتنا لهذا الشوط. الدور دور المركز الثاني كنوز لعبد الهادي بن حمد بن هليل المري، وفي ثالث المراكز هناك في ثالث المراكز أدب لناصر بن خليل الشهواني، ورابع المراكز الغالية لعنزان بن خاتم النعيمي، وخامس المراكز عالية لسلطان بن خليفة بن زاهره الخيالي. ونعود بكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء إلى فرحة لحمد بن علي بن جرحب في مقدمة الشوط، وتريد السيارة في صباح هذا اليوم تريد أن تزف السيارة وتهدي السيارة إلى حمد بن علي بن جرحب، يضع الشعار على فرحة الله الله الله. ولكن ثاني المراكز كنوز لعبد الهادي بن حمد بن هليل، وهي مجموعة كنوز في ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، هناك أدب لناصر بن خليل الشهواني، وثالث المراكز التسلل على رابع المراكز من قبل الدرعية لخالد بن حارب بن حميد المهيري، وخامس المراكز أرى وأشاهد تسلل من الظبي لسيف بن محمد بن زايد الخيارين مع المضمر سالم الغيلاني اللي أحرز إشداد في صباح هذا اليوم، وله حضور ملموس على الدوحة. ونعود بكم مشاهدينا مع فرحة لحمد بن علي بن جرحب، مسيطرة تمام السيطرة ومسيطرة على زمام الأمور حتى هذه اللحظات. الدور دور المركز الثاني أيضا لم يطرأ ولم يجرأ تغيير، ما زالت كنوز لعبد الهادي بن حمد بن هليل المري، وثالث المراكز الله الله، هناك أدب لناصر بن خليل الشهواني، ورابع المراكز التسلل والدخول على ثالث المراكز من قبل الدرعية لخالد بن حارب بن حميد المهيري، وخامس المراكز ما زالت هناك الظبي لسيف بن محمد بن زايد الخيارين وسالم الغيلاني. ويبدو أن شرفنا على منتصف المسافة يا مشاهدينا ومشاركينا الأعزاء، السيارة بانتظار الفائز بالمركز الأول في هذا الشوط، والسويك يلمع والعيون تدمع، والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع الأقرب حتى هذه اللحظات. فرحة لحمد بن علي بن جرحب، الله يفرحش يا فرحة، تريد أن تفرح مالكها ومضمرها في هذا الصباح وأن تهدي له سيارة هذا الشوط، ولها مشاركات قوية وهي من أجدر المشاركين في هذا الشوط. وشعار حمد بن علي بن جرحب شعار غني عن التعريف لصولاته وجولاته في أرضية الميادين. الدور دور المركز الثاني كنوز لعبد الهادي بن حمد بن هليل، وأيضا ثالث المراكز يا سلام، هناك في ثالث المراكز التسلل في هذه اللحظات من قبل الدرعية لخالد بن حارب الحميدي، وهي ضيفة ولكن عادت يا مشاهدينا الأعزاء، عادت في هذه اللحظات، عادت أدب لناصر بن خليل الشهواني إلى ثالث المراكز ودخول على رابع المراكز في هذه اللحظات من قبل الظبي لسيف بن محمد بن زايد الخيارين وسالم الغيلاني. وكما ذكرت له حضور في هذا المهرجان وفي هذا اليوم بالتحديد، الأول في إشداد الذهبي الفضي عفوا إشداد الفضي، وثاني على إشداد القعدان، وهو الآن يشارك أو كان له حضور ملموس في إشداد القعدان أيضا، وفي هذه اللحظات يزج بالظبي
يزج بالظبي في هذا الشوط. سيف بن محمد بن زايد الخيارين وسالم الغيلاني في التضمير وشعار الخيارين له حضور ملموس في صباح هذا اليوم مع المضمرين سواء سالم الغيلاني او ناصر بن سالم المكسور. وفي نهاية المطاف الشعار واحد لشعار الخيارين، وما زالت فرحة مشاهدينا الأعزاء ما زالت ترقص على أرضية الميدان منفردة وحيدة تقرد خارج السرب بشعار حمد بن علي، حمد بن علي بن جرحب. الله الله الكيلومترين الأخيرين شارفنا على الكيلومترين الأخيرين وهناك أسامي لم يحن موعد دخولها وشوط مكتظ بالبكار، الكل ينتظر الخمس المراكز الأولى، فمن أراد المقدمة فليأتي إلى عالم الأضواء وعالم النداء. وما زالت الأضواء مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء مسلطة على فرحة اللي في مقدمة الشوط لحمد بن علي بن جرحب، وهي الأقرب حتى هذه اللحظات إلى سويك السيارة. بينما الدور المركز الثاني في هذه اللحظات هناك أدب لناصر بن خليل الشهواني ورافعه راية التهديد، والدور المركز الثالث التسلل على ثالث المراكز من قبل الظبي لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، وفي عملية التضمير سالم الغيلاني ورابع المراكز. ما زالت هناك الدرعية لخالد أو ما زالت هناك كنوز لعبد الهادي بن حمد بن هليل المري، وتسلل على رابع المراكز من شعار الرسمي أو خامس المراكز من الرسمي. الرسمي عامر بن سعد الرفادة مع الفاتنة يضع الشعار على ظهر الفاتنة، ونعود بكم مشاهدينا الأعزاء نعود إلى فرحة الكيلو الألف وخمسمائة متر الأخيرة يا بن جرحب يا بن جرحب يا راعي فرحة، الألف وخمسمائة متر الأخيرة والسويك في الانتظار. الله الله الله، إذا فرحة حتى هذه اللحظات هي الأقرب وشعار حمد بن علي بن جرحب، وفرحة يعني لها إنجازات عديدة في هذا الموسم، أعتقد أنها حققت نقاط في هذا الموسم وكانت وصيفة في بعض الأشواط. ولكن يا حمد أشوف القدوم من المركز الثاني والثالث، هناك سيل جارف يعني سيل جارف على مقدمة الشوط. الكل هنا هجوم، واعتقد ان الكيلومتر الاخير سيكون معركه بانتظارنا في الكيلومتر الاخير، معركه الشرف وتنافس شريف. وفي هذه اللحظات تتسلل الفاتنه لعامر بن سعد الرفاده، يا سلام، بقياده راشد بن بعيران يتسلل في هذه اللحظات شعار الرسمي. الله الله الله، لمن سياره هذا الشوط؟ سيارتنا الاخيره، يا سلام، الله، عامر بن سعد الرفاده وهو على ظهر الفاتنه. عامر بن سعد الرفاده يزج بالفاتنه في هذا الشوط، ولكن هناك تسلل من شعار صالح بن حمد القمره على ظهر جميله، واعتقد التضمير حمد بن محمد بن جهويل وثالث المراكز في هذه اللحظات. دخول من الشاهينيه لراشد بن سعيد بن حبوه الحميري ورابع المراكز هنا من حمله رقم 40، هناك الشاهينيه لماجد بن احمد الخيالي، ضيوفنا قادمين في هذه اللحظات، التسلل على مقدمه الشوط. ولكن يا سلام الفاتنه 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 فاتنه هذا الشوط، اعتقد ان السياره ستذهب في هذه اللحظات، هي الاقرب الى هذه السياره، ولكن ما زال شعار بن قمراء في ثاني المراكز يحاول محاولات قويه ومحاولات مستميته، وثالث المراكز ايضا هناك الشاهينيه ماجد بن احمد الخيالي وشعار عامر بن سعد الرفاده يريد السياره الثانيه في صباح هذا اليوم مع راشد بن بعيران. واسعد الله صباحك، اسعد الله صباحك يا الرسمي يا عامر يا بن سعد الرفاده، ولكن الخوف 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 من بن حفوه، الخوف من الشاهينيه لماجد بن احمد الخيالي، ضيوفنا من الامارات الاشقاء قادمين للمنافسه، وكذلك ما زال عامر بن سعد الرفاده. يا سلام 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 يا الرسمي، سلام سلام من هذا المكان من هذه النقطة، أزف لك التهاني والتبريكات على فوز الفاتنة وشعار غني عن التعريف، شعار عامر بن سعد الرفادة، يا ما حقق من إنجازات له صلاته وجلاته، تهانينا. الله الله، لحظات الوصول، تهاني موصولة لعامر بن سعد الرفادة مالك الفاتنة، وكذلك المضمرها راشد البعيران. أما ثاني المراكز وصلت في ثاني المراكز الشاهينية، قدمت عرض أيضا هي تشكر عليه لماجد بن أحمد الخيالي، وثالث المراكز كان من نصيب جميلة لصالح بن حمد القمرة، التضمير عند حمد محمد بن جهويل، ورابع المراكز وصلت في رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء الهودة لراشد بن هادي بن راشد الهاجري،
وخامس المراكز كان من نصيب ليالينا لمشعل بن بخيت سليس العتيبي. تهانينا والف مبروك لجميع الاخوه الفائزين، وحظ الاوفر لمن لم يحالف الحظ معنا ان شاء الله في المرات القادمه. التوقيت الزمني للفاتنة وصلت وقطعت مسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 13 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لعامر بن سعد الرفادة على هذه النقطة الثانية في صباح هذا اليوم، والتهاني موصولة إلى راشد البعيران. أما ثاني المراكز فوصلت الشاهينية في 9 دقائق 14 ثانية وجزئين من الثانية. التهاني موصولة لمالكها ومضمرها ماجد بن أحمد الخيالي. وثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات كما تشاهدون على شاشة التلفزيون جميلة، قطعت المسافة في 9 دقائق 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك للسيد صالح بن حمد القمرة، والتهاني موصولة لحمد بن محمد بن جهويل. هكذا شاهدنا هذا الشوط، وكانت الإثارة حاضرة وكانت المنافسة على أشد